بيستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الزمالك. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2020-2021، وهذه المباراة التي تقام مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة. وخاض الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، اشتملت على جانب بدني وتدريبات خططية. وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجيت في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في قبل النهائي. وأيضا يدخل النادي الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء، وذلك ضمن البرنامج التحضيري لمباراة الزمالك. الجهاز الفني كان قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات فيما بدأ اليوم التحضير لنهائي كأس مصر. يا رب ربنا يكرم إن شاء الله وكل الأمور تكون جيدة. خلي بال حضراتكم، اللاعبين زعلانين، اللاعبين متضايقين، أنا كفاية إن أنا أخسر ماتش وأخسر ثلاثة نقاط. الكل اعتبرها يعني، خد بال حضرتك، فريق بيراميدز ليس من الفرق القليلة، فريق قوي من الفرق اللي بتنافس خلال السنة اللي فاتت أو السنتين اللي فاتوا على المركز ما بين الأول والثاني والثالث والرابع، يعني ده دايما المركز اللي بيلعب عليه. بيراميدز خلال الفترة الأخيرة كان بيلعب على المركز الرابع مثلا. فخليني أقول لحضرتك، أنت بتلاعب فريق قوي صرف مبالغ كبيرة جدا جدا علشان يصل إلى أن هو عايز يفوز على النادي الأهلي وعايز يفوز على نادي الزمالك. فبالتالي خلي بال حضرتك، كل لعيبة النادي الأهلي كان نفسها تكسب هذه المباراة، ونفسها تكسب مباراة يوم الخميس القادم. فريق نادي الزمالك مش فريق واقع زي ما بيتقال، لا لا، فريق جيد. خلي بال حضرتك، يعني فريق نادي الزمالك برضه مش واقع ولا حاجة. يعني في بعض الناس تقول لي إيه، أصل فريق الزمالك قليل، مفيش الكلام ده. خلي بال حضرتك، كل ما يقال في هذه المنطقة هو كلام غير صحيح. كل اللي بيقول على نادي الزمالك نادي واقع، لا، نادي الزمالك مش نادي واقع، نادي الزمالك نادي جيد وعنده مجموعه لاعبين جيدين. خلي بال حضراتكم، بتطلع الاصوات خلال هذه الفتره تقول هذا الكلام عشان تخلي لعيبه النادي الاهلي يهدوا شويه، لكن ده مش هيحصل، ده مش هيحصل، لانه لعيبه النادي الاهلي منتظره مش يوم الخميس، منتظره الفتره القادمه بالكامل. وايه اللي هيحصل في الفتره القادمه هتسمعوا حضراتكم او هتشوفوا، انا مش هخليني مش هتكلم في هذه الامور، ولكن هتشوفوا حضراتكم ان شاء الله، ان شاء الله. على كل لاعب ان يبذل كل مجهود عشان فريقه يكسب، عشان النادي الاهلي يكسب، عشان الشعار بتاع النادي الاهلي يزيد بطوله ان شاء الله يوم الخميس القادم. ولكن لو اللعيبه دي عملت المجهود اللي عليها يوم المباراه، هتلاقوا جمهور، ولم يقدر لينا ان احنا نكسب، هتلاقوا الجمهور بيسقف للاعبين. هو ده الفارق الكبير دايما ما بين جمهور النادي الاهلي اللي فاهم كويس جدا الكلام اللي طالع خلال هذه الايام ان نادي الزمالك نادي واقع والكلام ده. لا لا لا، خالص خالص، نادي الزمالك نادي جيد عنده مجموعه لاعبين جيدين. وهنتكلم على فكره في الجزء الثاني من هذه الحلقه فنيا بقى على مباريات كثيره جدا تخص نادي الزمالك، وهنحلل نادي الزمالك مع مجموعه محللين عندنا بالورقه والقلم، بالورقه والقلم.